حسب وجهة نظرك صح؟ صحيح. مني ممكن يسجل؟ مانزور راح يسجل اليوم وراح يسجل مساكن مايد المدرب واضح. فاليوم اختبار كبير جدا للمدربين شكل ما نجح وسام في 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 التنظيم الدفاعي وتعادل وزي ما الدحيل أقول إن في الشوط الأول في تقدم للدحيل بفارق 2 توقيت 6 يناير 2020 لتلعب الآن لكن على مستوى هذه السنة فإن المدرب كثرة يعني ها ترسم خبرات موجود في السلية فما عندهم مشاكل هذا السريع هذا الشاب هذا مزريق هذا الأردني يمرر لكن مهدي بن عطية يتدخل بشكل مميز في السلية هذا مبارك بصوبة كل السلية محمد مزريق يلعب الكرة لكنها تصطاد تتحول عندك مساحة خذ راحتك فيها يا سلاوي خذ راحتك فيها يا سلاوي هنا لدينا محمد مزريق يسدد لكنها تصطاد تعود بعد ذلك لمصلحتي علي مساك يعود مرة أخرى ممتاري الذي يضغط يحاول الكرة تعود في الجهة اليمنى خطيرة عن مترين وثلاثة سنت طول حارس المرمى كأطول يعني هذا مانزوكيتش أمامي شوف الخطوط ها اللعب ما بين الخطوط أمر جميل يسوي يعني مش حاضرة مش موجودة هنا الضغط الذي يولد الأخطاء ولكن أيضا الكرة من محمد مزريق لا ما تنقل في الجهة بوجي ينقلها في الجهة اليمنى هذا سيء هذا خطير هذا الأردني ممكن أن يطور كرة السيرية على مستوى المقدمة الآن يعيدها للخلف بوجي بصورة ممتازة ينقلها في الجهة اليمنى مزريق أمامية يمر مجدي صديق من أمام الخبرة هو اللاعب الكوري الشمالي الأول في دورينا هذا مزريق مع سامي الطرابلسي شوف شلون يكلمه بود بابتسامة بحب إنه لا أنا سعيد منك لا عجبني أنت اليوم لا قاعد تقوم دور يعني ها ما شاء الله مجدي في الجهة اليمنى مزريق محمد يلعب الكرة بطريقة ممتازة ناحية عبد القادر إلياس تحويل اتجاه الكرة في الجهة اليسرى عبد القادر يمر معه في الجهة اليمنى عن طريق مزريق محمد لديه الكرة في وسط الملعب لا زالت الكرة موجودة ينقلها في الجهة اليمنى لي يعني خلينا نقول ولا غلطة أو خلينا نقول يعني في كل مركز عنده 2 عنده قدرات هذا اللي تلومه صح ولا اللي عنده أمور كثيرة وهنا لدينا الكرة يا السلية المور تعال خذ لك بطل المفترض يكون هذا الأمر شوف التدخل كامل إدمنسون عرقلة لكرة تتخلص من شوف المتراجع ماريو مانزوكيتش اللي خلص الكرة الماضية شوف خروج محمد أبو زريق شرارة يغادر أرضية الملعب ومحمد مدفع